صباح الخير مشاهدينا، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث الإخباري لليوم الجمعة 24/2/2014. طبعا اليوم سنحاول قدر الإمكان إلقاء الضوء على مؤتمر جنيف 2، هوية جنيف 2، ماذا يحصل خلف الكواليس وماذا يحصل حتى على العلن، مع ضيفتنا في الاستوديو ماريا إسعادي، عضو مجلس الشعب السوري. صباح الخير ست ماريا. وطبعا كمان رح يكون عندنا وقفة بالملف اللبناني، بملف تشكيل الحكومة، أين وصل هذا الملف ولماذا أصيبت الحكومة بانتكاسة يعني كما تبدو الأجواء. إذا سنبدأ من مباشرة من ملف جنيف 2 وهو الحدث الأول اليوم. كمان قبل ما فوت على جنيف 2، ما فينا إلا نتوقف عند التفجيرات اللي صارت اليوم بمصر ست ماريا. 3 تفجيرات يعني ما بعرف بتوقيتها، الأمن، الشرطة، الأمن بالقاهرة، على 3 مراكز للأمن. ويبدو أنه وين ما كان، حتى بروما يعني عرفنا أنه صار في انفجار قرب كنيسة من شوي. شو بتعني هالأحداث كلها؟ أول شيء صباح الخير. صباح النور. الحقيقة اليوم يعني عم نشهد أحداث مش بس حول الأزمة السورية في جنيف 2، وإنما هي أحداث في مناطق متفرقة للضغط على الحكومات من أجل التوصل إلى أجندة معينة لأحد الأطراف في جنيف 2. يعني مو بس بدنا نتوقف عند التفجيرات يلي صارت في مصر أو حتى في إيطاليا أو حتى في لبنان بنفس نهار جنيف 2، يعني كل تفجير كان له رسالة واضحة لازم توصل. بعدين خلينا نربط التفجيرات يلي صارت مع الخطابات يلي كانت في جنيف 2 نفسها. طبعا من الواضح أنه في الدول اللي كانت موجودة على الطاولة، يعني اللي صار بمصر مرتبط بجنيف 2 بغض النظر، أو هو ارتداد للحركة الدولية ارتدادات للحركة الدولية. نحن في عندك اليوم على الساحة الإقليمية في متغيرات، نحن بحالة إعادة توازن أو إعادة تشكيل ميزان قوى جديد وليس نظام عالمي جديد، ولكن هالإعادة التشكيل لميزان قوى جديد رح يفرض صراعات معينة، ونحن اليوم بأشدها يعني في لحظات الذروة. جنيف 2 يعني إذا بدنا نرجع لجنيف 2 منقدر نفهم، والدول اللي اليوم يعني خلينا ناخذ الأزمة السورية هي محور أساسي لارتكاز لتغيير المنطقة كلها، لتغيير المنطقة على المستوى التغييرات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. محاولة إعادة تشكيل ميزان قوى جديد، هذا بيعطي أنه كان في عنا نحن قطب واحد في العالم هو أمريكا وحلفائها، ولكن حول الأزمة السورية بدأ يتشكل ويصعد قطب شرقي هو روسيا ومجموعة البريكس وإيران، ويعني القطب الشرقي الواضح والصين طبيعي يعني البريكس. إعادة هذا التشكيل بده يفرض قوى جديدة، بده يكون في اشتباكات، بده يصير في صراعات على المستوى السياسي وعلى المستوى على الأرض، يعني ضغوطات على الأرض. وما رح يكون حدا بمن أمنا تماما. المحور لهذا الميزان هو المسألة في سوريا، ولكن هي مرتبطة أصبحت اليوم بعد 2.5 سنين أصبحت مرتبطة ب مجموعة قوى تماما، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. خلينا ست ماريا نعرف بداية هوية جنيف 2. يعني عم نسمع نحن جنيف 2، الحكومة السورية ممثلة على الطاولة، المعارضة ممثلة، في 40 دولة يعني مهتمين ومتأثرين بموضوع الأزمة السورية، بس نحن بعد ما عرفنا لشو جنيف 2. يعني بده ينتج حل سياسي ما مبين، بده يلجم الحل العسكري ما مبين، بده يفرض خارطة سياسية على المنطقة ما مبين شيء. لهلأ الأمور كلها متداخلة وفيت ببعضها وما عم نفهم أول شيء تعريف هوية جنيف 2. تمام. خلينا نرجع من البداية. أول شيء بس بدي أعلق على الطرح يلي حضرتك تفضلتي فيه، أنه كان في دول موجودة على الطاولة، كان في تمثيل للحكومة السورية وكان في تمثيل للمعارضة. أنا بخالفك هون بالرأي. أولا المعارضة هي عبارة عن مجموعة أطياف من المعارضات السياسية.
هلأ هناك معارضات وطنية في الداخل وهناك معارضات في الخارج، وجزء كبير من المعارضات الخارجية تحمل أجندات خارجية. يعني اليوم ماذا يبرر وجود مجموعة في فنادق الخمس نجوم من بداية الأزمة حتى اليوم تنتظر دورة في اقتسام السلطة في سوريا؟ لذلك من يمثل المعارضات السورية على في جنيف 2؟ لا أحد. وبالتالي يعني وجود جزء أو طرف واحد من المعارضة واضح تماما ما هي الأجندة التي يحملها ويعني من صاحب القرار بتمريره عبر أداة سورية فقط. يعني توصيف ما حدث في بداية مؤتمر جنيف 2 كان واضح أنه طرف واحد يحمل نقاط هي مرتبطة بأجندة واضح تماما بدايتها، يعني أساسها أمريكي. يعني نحن بلشنا على تمثيل المعارضة تماماً في خلل. إذا في خلل بتمثيل المعارضة البداية في التمثيل. البداية في التمثيل، وهذا بيعطيكي جدا انطباع واضح أنه اليوم لا أحد يمثل المعارضة الحقيقية في سوريا أو أطياف المعارضة في سوريا. بالمقابل هناك دور الحكومة أو حضور للحكومة السورية وهي الدولة، والدولة يعني بتعريفها والحكومة بتعريفها هي مظلة تحمل كل أطياف والانتماءات السياسية تحت لواءها. وبالتالي اليوم الحكومة السورية هي ما أنا أخذ صوت طرف من الشعب السوري أو أحد الانتماءات من الشعب السوري، وإنما تتكلم بأمور بمسألة دولية هي ما وصلت إليه الأزمة السورية والحرب على سوريا بعد سنتين ونصف. وبالتالي تطرح النقاط التي يجب أن تكون هي مسؤولية دولية. أما بخطابة واضح تماما احترام حق الشعب السوري في تقرير مصيره. وبالتالي هي ما تجاوزت الشعب وتركت الأمور السياسية في تغيير شكل النظام السياسي في سوريا في المستقبل للشعب السوري، بينما نجد أن هناك خطاب آخر واضح تماما أنه ترك كل الأمور على المستوى الدولي وركز على أولا عدم وجود الرئيس الأسد في حكومة انتقالية يجب أن تشكل في جنيف 2، وهي ما أنا أساس أبدا يعني اليوم للطرح. وبالتالي نجد تناقض واضح في الخطابين وفي نقطة البداية. إذن مين كان لازم يكون قاعد مقابل الحكومة السورية؟ الدولة السورية طبعاً خلينا نوصف يعني الدولة السورية اللي تمثلت بجنيف 2 هي أم الصبي، هي الدولة واللي عم تشتغل على الأرض واللي عم بتحارب الإرهاب على الأرض. طب بالمقابل شفنا في وفد مش قاعد بسوريا برا، ما بيمون على شيء بالأرض، ما بيمون على حدا من الجماعات إلا ربما يمكن فصائل قليلة، وأصلا هي متنحرة صارت. ما بيمون على حدا ولا يمثل أحد في الداخل السوري. يعني ما بدي أجزم ولكن اليوم ما يعني في من يمثل أحمد الجربة اليوم؟ معلش أنا يعني هو أداة سياسية واضحة. يعني اليوم أنا أمرر، يعني أمريكا تمرر رسالة واضحة عبر أداة سورية مدفوع لها وإلى إلى سنتين قاعدة في فنادق الغرب يعني. وبالتالي واضح تمام أنه هناك طرف يمثل طرف خارجي يحمل أجندة طرف خارجي، معناتها بيعطينا صورة واضحة أنه اليوم الأطراف يلي على الطاولة هي طرف روسي مدعوم من الصين وطرف أمريكي وطرف سوري ممثل بالحكومة والدولة السورية. وهذا ما بيغيب كمان عن بالنا انه الطرف الايراني مش موجود وهو احد الاطراف الاساسيه بينما المملكه العربيه السعوديه موجوده. بغض النظر انا اعتقد كمان انه المملكه العربيه السعوديه هي طرف تمويل إلى مصالح طبيعي، ولكن كمان هي مرتبطه بالرئيس من يدير الأجندة اللي واجب تمريرها في جنيف 2.
اللي عم بيصير؟ إذا لقينا هالأطراف الأربعة اليوم، استبعاد الطرف الإيراني أيضا يعني أيضا الحل في سوريا، بغض النظر عن الحل الداخلي، ولكن أنا أتحدث عن الحل الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته المستوى الدولي أو الدول، سواء كانت هي جزء من المشكلة أو هي اليوم جزء من الحل. على هذا المستوى لا يمكن أن نفصل المسألة السورية أو الملف السوري عن ملف الدول الإقليم، والملف الإيراني هو جزء أساسي بالنسبة لأمريكا، وبالتالي استبعاد إيران إذن في عندي خلل، إذن بيعكس أولا اضطراب بالموقف الأمريكي، وثانيا عدم توافق روسي أمريكي حتى الآن. بس ماريا، قبل ما نكمل بشرح جنيف 2 بالملف، يعني شو حيثياته وإذا بيعلق السوريين أمل عليه، خلينا ننتقل مباشرة إلى جنيف بس لنشوف الأجواء اليوم مع مندوبنا بجنيف غانم شرف الدين. صباح الخير غانم. صباح الخير ديندا. ما هي الأجواء اليوم في جنيف 2؟ أجواء، هل بدأت فعلا المفاوضات، خصوصا أننا علمنا منذ قليل أن المعارضة رفضت أن تكون على طاولة واحدة مع الحكومة السورية أو مع الوفد السوري من أجل البدء بهذه المفاوضات؟ يعني نعم ليندا، هذا الكلام حتى الآن هو صحيح، يعني المعارضة رفضت بشكل يعني واشترطت الدخول أو الاشتراك في قاعة، جلوس في قاعة واحدة مع الوفد السوري، بأن يوافق الوفد السوري على مقررات جنيف 1 والتثبيت هذا الأمر. ولكن يعني طبعا الأمور يعني تذهب إلى حتى الآن يعني هناك مناقشات، ويمكن أن تذهب الأمور إلى السلبية، خصوصا وأننا علمنا أنه يرجح أن يعقد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي بمؤتمرا صحفيا، وهذا يعتبر خرق لما هو يعني متفق عليه بأن لا يتحدث أحد خلال جولة المحادثات. يعني هذا الأمر سينعكس سلبا على مجريات المحادثات، ويمكن أن تذهب الأمور إلى أسوأ، أو يمكن أن تذهب الأمور إلى توقف هذه المفاوضات خلال هذا النهار. ولكن الآن يقوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي بهذه المشاورات من أجل إجلاس الوفدين على طاولة واحدة. طبعا نحن نتحدث أن الوفد السوري، يعني هو قال أنه يشعر بالإحباط أصلا قبل أن تبدأ هذه المفاوضات. الإبراهيمي قال أنه يشعر بالإحباط لأنه لا يستطيع أن يفاوض طرف ومن ثم ينتقل إلى قاعة ثانية ليفاوض. يعني هل أصيبت هذه المفاوضات بانتكاسة حتى قبل أن تبدأ؟ وعليه يعني إلى ماذا ستوصل هذه المفاوضات؟ نعم، يعني بالفعل هناك يعني انتكاسة في البداية، ولكن يعني السبب هو أن المعارضة لا تريد الجلوس على طاولة مع الوفد النظام، مع الوفد الرسمي السوري، وهذا الأمر ممكن أن يذهب إلى السوق. يعني طبعا أريد أن أذكر بأن العملية كانت ستجري على أساس أن عند الساعة 11 بأن 11 في توقيت جنيف، يعني في 12 بتوقيت بيروت، بأن يجلس الأخضر إبراهيمي في غرفة وفدين وفد الائتلاف ووفد السوري الرسمي، وسيتحدث، كان في كلمة قصيرة، من بعدها سينتقل الوفدان إلى أماكن، إلى غرفتين مفصلتين، ويقوم الأخضر إبراهيمي بالتحدث إلى كل منهما من خلال النهار أو بعد الظهر، حتى لكي يتفقون على نقاط معينة. وبالغد سيكون هناك جلسات مشتركة ما بين الطرفين في قاعة واحدة، ومن بعدها سيتوجه الكلام إلى الأخضر الإبراهيمي. يعني هل هناك ورقة عمل غانم؟ هل هناك ورقة عمل وزعت، يعني مسودة اتفاق، أم هو تفاوض فضفاض؟
لا يعني هو في بعض هناك بعض النقاط ولكن لم تسرب منها حتى الآن أي شيء. يعني هناك يوجد عدد من المختصين القانونيين في مختصين في الإعلام في مختصين في المواضيع المتعلقة بالعلاقات. يعني الأبرز هناك كان بعض المختصين في القانون. هناك مستشارين للوفد الائتلاف هم حسب ما علمنا أنهم أجانب يعني غير سوريين. يعني هم لن يخرجون الى العلن ولكنهم في الخلف. يعني هذا وجود هؤلاء يعني النقاط الاساسيه غانم لو سمحت فقط النقاط يعني الاساسيه. هل هناك يعني اقتراح وقف اطلاق نار والبدء بالحل السياسي بالحكومه الانتقاليه يعني ام ماذا؟ يعني فقط هذه النقطه لو سمحت غانم، هل هناك اقتراح وقف يعني اطلاق نار بالتوازي مع البدء بالتفاوض حول حكومه انتقاليه؟ نعم يعني كما تحدثت ليندا يعني النقاط هي اولا هو بالاساس هو وقف الاطلاق النار وقف العنف يعني بحده الادنى في بعض المناطق. يعني هذه اذا في حال توقف اطلاق النار يمكن كل من فاين يمكن ان تمتد هذه الامور الى امور اكثر طبعا متعلقه بعمليه نقل السلطه، ولكن هذا الامر يعني بعيد جدا. وعمليه نقل السلطه يعني كما يتحدث الوفد السوري ان هذا الامر يعني مش مستبعد. يعني هذا امر يعني كما قال وزير الاعلام هذا امر خرافي. وبالتالي يعني بعض النقاط هي لتهدئه الاجواء من اجل اكمال جلسات اخرى. وطبعا نتحدث عن جلسات يعني بمعنى ان يمكن ان الجلسه الاخرى ستكون بعد شهر او بعد اسبوعين. يعني هذه خلال هذه الأيام يمكن أن نسميها جلسة واحدة. يمكن أن تمتد هذه الجلسة التي نحن فيها يمكن أن تمتد إلى أسبوع أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام. يعني من يقرر هذا الأمر؟ يوم أو يومين بحسب المفاوضات وبحسب من يجري. يعني طبعا السوري حاز صار تفاوض او طبعا يعني الامور متعلقه ايضا بمدى امكانيه المعارضه من الجلوس على طاوله واحده مع وفد السوري الرسمي. بدي أشكرك غانم شرف الدين مفدنا إلى جنيف إلى مونترو على هذه الرسالة وهذه المعلومات. شكرا جزيلا لك غانم. ست ماريا يعني يبدو أن الأمور مبلشة بفوضى أو ما بعرف بإرباك إذا فينا نسميها إرباك. ولكن حسب المقترحات يعني في ورقة عمل هيدا اللي مش عم بيكون كتير واضح. شو المقترحات؟ فنحن عم بيتسرب انه الحكومة الانتقالية عملية انتقال سلس للسلطة يكون الاسد خارج هذه. يعني هيدي كلها بعد نقاط لم تحدد بعد، هي بالتفاوض ستكون موجودة. علما انه في كلام اليوم لكاري مهم كتير يقول انه الاسد غير شرعي ولا يكون ضمن التركيبة الجديدة للتركيبة الجديدة يعني للسلطة الجديدة. والجربة نقل عن لافروف أنه روسيا غير متمسكة ببقاء الأسد وهذا الأمر يقرره السوريون. يعني لما بيقول هذا الأمر يقرره السوريون يعني معناتها رجع عطى الحق التمثيل يعني الشعب بيقرر مصيره. طبعا يعني اليوم فرق بين الخطابين، ما بين خطاب يحترم حق الشعب بتقرير مصيره وبتقرير من يمثله وبتقرير من يرأسه وما بين خطاب آخر يفرض بديكتاتوريته على الشعب السوري ماذا يجب أن يكون عليه النظام السياسي ومن سيكون في مرحلة قادمة يعني واستبعاد رئيس الدولة. أولا لم تحن موعد انتخابات الرئاسية بعد في سوريا. نحن على أبواب يعني على شهور من الانتخابات، وهذا الحق بذلك هي للشعب السوري. وبالتالي اليوم واضح تمام ما بين طرفين، طرف روسي وطرف أمريكي. يعني كان واضح من خطاب كيري لما بيقول أنه لا وجود للأسد في حكومة انتقالية جديدة. يعني إذن في عدم احترام لحق الشعب السوري في تقرير المصير. هذا مش أمريكا بتحدد هذا الكلام. وبالتالي نحن اليوم كمان في جنيف 2 والأمم المتحدة تدير طاولة جنيف 2 أيضا. هون المفروض يكون في جهة حيادية تحاول أن توجد توازن. إذا دور الأخضر الإبراهيمي بإيجاد توازن ما بين الحكومة السورية وما بين الأولويات. اليوم ما هي ترتيب الأولويات؟ بالدرجة الأولى كجنيف 2 من أشهر أصبح هدف وليس وسيلة لتحقيق الهدف.
هدف لشو؟ أصبح هدف لحضور لحتى يصير جنيف 2 ومن يريد أن يحضر جنيف 2. هلا وصلنا إلى جنيف 2. جنيف 2 يبدو واضح تمام أنه هو ليس فقط طاولة لإشراك جميع السوريين يلي هن على خلاف مع النظام السياسي الموجود، وبالتالي إذن هو مو طاولة حوار ما بين طرف للنظام وأطراف أخرى معارضة للنظام، وإنما اختبار؟ وإنما وجود طرف واحد ويحمل نقطة واحدة أساسية بده يسوقها يفرضها على الحكومة. هي النقطة هي أتت بأداة سياسية سورية، يعني بأداة سورية بالأحرى، ولكن هي أداة لطرف دولي. بترتيب أولويات المسألة السورية بالدرجة الأولى بعد سنتين ونصف وصلنا إلى حالة من يعني هي أولاً حرب على سوريا وعلى الدولة السورية، هي تفكيك للمجتمع السوري، هي حرب على التاريخ السوري، على الإرث، على وعلى وعلى، وهي تفتيت كامل فعلاً لمكونات المجتمع. وبالتالي لحتى نقدر نرجع نوصل لحالة الاستقرار لابد من إيقاف الحرب والدم. إيقاف الدم، من الواضح كمان أنه المجموعات الموجودة على الأرض في سوريا بغالبيتها هي مجموعات متطرفة وهابية تكفيرية، يعني تحمل فكر بعيد تماماً عن الداخل السوري، التاريخ السوري والإرث السوري والفكر السوري. يعني هيدا كان مبادرة المعلم. وبالتالي اسمحي لي خليني كفي بس التوصيف. وبالتالي اليوم من يملك مفتاح التحكم على هي المجموعات الموجودة على الأرض؟ يعني هناك دول تمول، وطبعا على رأسها السعودية تمول وتدعم، سواء بالمال أو بالسلاح أو بإرسال المرتزقة وإرسال الجهاديين إلى الداخل السوري. من يستهدف هؤلاء المجموعات؟ طبعا الشعب السوري، يعني المدنيين والسوريين وعلى كل الأطياف. التفجيرات عم تكون في أماكن المدنيين، وبالتالي اليوم الهدف مش النظام وإنما تخريب سوريا من الداخل. إذن أولوية الحل في سوريا هي السيطرة أو وقف الضخ لهي المجموعات، إغلاق الحدود من الأطراف ومراقبتها، وقف الدعم، وقف الدعم المالي والعسكري، وقف الدعم، وآلية يعني تفكيك هالمجموعات من الداخل السوري. وبالتالي كيف هون الدور الدولي، يعني هون الدور الدولي، مساعدة سوريا على وضع حد لهي المجموعات وكيف تفكيك الإرهاب اللي موجود في الداخل السوري. بس هون الوزير المعلم لما طرح فكرة اختبار وقف إطلاق نار بحلب، وإذا نجحت بتم تنسحب على مناطق تانية من أي منطلق؟ طرح مبادرة، طبعا هون أدوات، يعني هون اليوم أوراق قبل انعقاد مؤتمر جنيف ممكن تنطرح مبادرات، وهي أوراق يعني ستوضع على الطاولة فيما بعد. وبالتالي لما طرح الوزير المعلم مبادرة حلب ما أجا أي جواب. بذات الوقت منشوف مبارح أنه أول طائرة حطت في مطار حلب، وبالتالي اشتغل مطار حلب. إذن هناك تقدم واضح على الأرض في حلب. إذن هناك استعادة الدولة لمراكز مهمة في الشمال السوري، وبالتالي أصبح يعني صار في خسارة لأوراق سياسية أخرى على الأرض مع الطرف الآخر. إذن هي أوراق تفاوضات. طيب إذا كان بأولويات الحكومة وقف إطلاق نار، وقف إطلاق نار والإرساء الهدنة بمناطق، لنقول بمدن، بتكون الأولوية الثانية هو شو؟ شو بتكون البدء مباشرة بالحل السياسي، بإنتاج يعني سلطة سياسية، الاستحقاق الانتخابي؟ عملية وقف إطلاق النار أو وقف الصراع على الأرض لحتى نوصل لمرحلة من الاستقرار ممكن أنه يبدأ عمل سياسي داخلي. يعني هون بقى كيف ممكن يصير في انتخابات بدون وجود بدون حرية حركة على الأرض؟ كيف ممكن يعني اليوم في عملية استقرار داخلي لدى المجتمع السوري ليقدر يقوم بعملية سياسية؟
ليقدر يشتغل على موضوع انتخابات، على يقدر يشتغل على موضوع كيانات موجودة في الداخل بتفرز مجموعات عمل، بتفرز قوى جديدة على الأرض، بتفرز يعني العملية السياسية وعملية الوصول إلى تغيير في الداخل السوري هي عملية من شأن السوريين. صنع في سوريا. صنع في سوريا. صنع في سوريا، لا يمكن أن تفرض. الطرف الثاني ماذا يريد؟ إذا كان هناك أي عملية فرض اليوم من طرف خارجي للداخل السوري رح ترجع تشعل الداخل السوري بطريقة أكبر من ما هي موجودة اليوم عليه، ورح ترجع تطلع قوى وطنية داخلية حسب ما يعني إذا بنقرأ التاريخ بنقدر نرجع نستنتج دائما ذات العملية في حال تم فرض على الشعب السوري أي مرحلة ولكن يعني استبعد أي تطورات قريبة بأي اتجاه، لأنه لا تزال الدولة السورية قوية، لا تزال الدولة السورية يعني واضح تماما في المرحلة الأخيرة تواجدها في المناطق السورية، في عدة مناطق سورية كانت موجودة يعني ضمن مناطق صراعات أو يعني مبارح الدليل هو حلب، في منطقة حمص، في يعني اذا في عنا شو بحمص في تطور لا لا يعني ما حققته الدوله السوريه على الارض باعاده الوصول الى مناطق واضحه من الخريطه من الجغرافيا السوريه، اذا هذا يثبت وجود الدوله السوريه وبقائها على يعني مش من مصلحتها ابدا الدوله السوريه الان تتنازل، لانه هي تملك اوراق قويه على الارض ما في تنازل، يعني الموضوع ما ممكن يكون تنازل، الدوله موجوده بدون تنازل، الدوله موجوده، الدوله موجوده اليوم، من يملك التفاوض اليوم بدون تنازل، شو هي مكان ما التفاوض؟ اولا موضوع التفاوض يعني بينجح موضوع التفاوض الشخصيات اللي عم تتفاوض. طيب اذا بدنا نشوف نحن اليوم مين عم يفاوض مين اصلا بعد ما حدا فاوض حدا. طيب اليوم مين اللي عم يفاوض مين؟ بعدين ماذا تملك يعني المجموعه اللي موجوده جزء من المعارضه مصنعه في الخارج موجوده اليوم على طاوله جنيف، ماذا تملك من التحكم على الارض؟ يعني هل عندها قوة؟ اللي سألتك طيب. ما جاوبتيني عليه، مين كان لازم الدولة السورية تحاور على طاولة جنيف 2؟ مين كان لازم يكون قاعد مقابيلة تحاوره على طاولة جنيف 2؟ أمريكا. إذا عم نحكي إنه يعني عم نحل، لا هي بدنا نرسي حل سياسي، بدنا نرسي حل سياسي. ليش أمريكا بتمون على داعش؟ أنا جاوبتك قلت لك الأطراف السياسية اللي هي عم تشتغل ولازم تكون مع بعضها هو طرف روسي مدعوم من الصين وطرف أمريكي والطرف السوري والطرف الإيراني، هدول الأطراف الأساسية في حل المسألة. ما عدا ذلك هن أدوات سياسية لاستعمال مؤقت ولا يمكن البناء عليها أبدا، يعني لا إذا فرضت من الخارج، لأنه من الداخل رح تعاد تشكيل شيء جديد على المدى البعيد، ولا يمكن الوصول، يعني ما في اليوم أوراق واضحة بمواجهة دولة سورية. وبالتالي اليوم العملية في جنيف 2 هي ليست حوار سوري سوري، وإنما هي أوراق توضع لي عرض عملية عضلات، يعني عرض عضلات أو لوي دراع أو اختبار نوايا، فينا نسميه، ما فينا نقول اختبار نوايا اليوم للحل. أنا أعتقد أنه في هذا الأسبوع رح تكشف كثير من الأقنعة وكثير من الأوراق، ورح يكون في يعني ظهور واضح لمين يملك الأوراق الأهم على المدى البعيد. لا أعتقد أنه هناك يعني توافق ما سيصل بنهاية جنيف 2. الدولة السورية لا تزال قوية، وهناك ضغط خارجي
يعني ليس ليس مؤتمر جمعوا الناس فيه عم بيقولوا انه نحن عم نجرب نحل، ولكن نقطة مهمة بعد انتهاء جنيف 2 فينا نأجلها لبعد البريك ولا خلينا نحكي بنأجلها لبعد البريك يعني. شو لا كافيه لا في نقطة مهمة اليوم لازم نشوف كمان التغييرات بالعلاقات مع الدول الاخرى. يعني اليوم من الواضح امبارح كان في لقاء بين كيري وبين أشتون بين المعلم وبين أشتون الجديدة. وبالتالي يعني هذا اللقاء العلني بيعطي صورة واضحة أن هناك تنسيق واضح بين الدولة السورية وبين أطراف في أوروبا. هو أطراف أول غربية. لقاء لما نشير هو أول لقاء ويعني منذ الأزمة السورية تماماً ما بين الحكومة السورية وبين أي طرف غربي علني. وبالتالي يعني هذا بيعكس صورة من توافق معين حول حل سياسي ما بين الطرف السوري والطرف الأوروبي، وهذا اللي ممكن يعمل خرق بهذا الجدار. وهذا تماماً، وهون يعني عم ترجعي تعملي ميزان قوى جديد. عم نحاول نعمل ميزان على جنيف 2. أصبح واضح أنه هناك ميزان قوى جديد رح يكون على طاولة جنيف 2، ليس إلا تمهيد لمراحل مقبلة. خلينا نتوقف مع بريك ومن بعدها رح نفوت بشو تغير بين جنيف 1 وجنيف 2 يعني بهيد الفترة، وإذا كان هناك في أمل من أنه تحقيق خرق ما من جنيف 2 لأنه جنيف أول فشل. إذا نعود مشاهدينا إلى متابعة هذه الحلقة من الحدث الإخباري، ونجدد الترحيب بضيفتنا في الاستوديو ماريا سعادي عضو مجلس الشعب السوري. ست ماريا، كنا عم نحكي شو اللي تغير من جنيف 1 لجنيف 2، وهل في أمل أنه يكون في حل بجنيف 2 أم أنه فقط يعني بين جنيف 30 حزيران 2012 واليوم نحن 22 كانون تاني 2014، يعني في سنة وشوي تقريبا، سنة وتسعة أشهر 8 أشهر، معناتها بدنا ننطر بعد سنة وثمان أشهر لنعمل جنيف 3، أم أنه هيدا فعلا حط الحل السياسي على السكة؟ يعني اليوم شو الحل السياسي اللي كان مقترح؟ يعني وقت أنا بدي أحكي أنه بحل سياسي بدي أقول أنه أنا عندي بنود وبدي أشتغل عليها كشكل حل الأزمة. يعني أنا اليوم الأزمة السورية على مستويين، على المستوى الحل الدولي اللي هو كيف إيقاف العنف على الأرض والرجوع بالتدريج لاستقرار في الداخل السوري، أما المسألة السورية يلي هي تقتضي بمساعدة السوريين على إيجاد حل داخلي بينهم وتقرير المصير مش من الخارج، تقرير المصير بدون تدخل خارجي. وبالتالي اليوم ما بين الطرح يلي عم يطرح من الحكومة السورية ومدعوم من الطرف الروسي، اجتساس الإرهاب اللي موجود أصبح في الداخل السوري، هذا بالدرجة الأولى هو أصبح أولوية وبالتالي اليوم الحل السياسي يعني الانتقال من صراع على الأرض والانتقال إلى حل سياسي. الحل السياسي إذا كان لازم يصير بين السوريين، وبالتالي تمثيل لكل الأطياف السورية مع بعض. حضور الدولة السورية على طاولة جنيف 2 كدولة كحكومة هي تطرح على الصعيد الدولي ما هي أولويات الدولة، وهي ما هي أولويات حماية الدولة اليوم، وتترك المجال مفتوح والسيناريوهات مفتوحة للداخل السوري وللسوريين وحدهم في تقرير المصير. وبالتالي لا يمكن أن يفرض أي شكل سياسي في الداخل السوري إلا من قبل السوريين. منلاقي الخطاب الآخر معاكس تماما لهذا الكلام، وبالتالي اليوم لا يوجد توافق. أما الحل السياسي فهو كيفية وضع آليات. إذا جنيف 1 كانت في نقاط في أطراف ما بتتفق عليها، وبالتالي لا يمكن لجنيف 2 أنه يرجع يستكمل هاي النقاط إلا بضمن المنطق، بداية من وقف العنف واجتساس الإرهاب في الداخل، وآليات توضع
لترك المجال لجميع السوريين بالمشاركة في عملية سياسية وفي التغيير المطلوب. بس مش بكير هيدا الكلام؟ هذا نحن بحاجة إسه كتير لوقت لمرحلة نضوج. يعني من يعني سنة نقدر نحن من سنة للآن من سنة عم نراقب الأزمة السورية، عم نشوفها كل يوم شو عم بتتغير، ما عم نقدر نزاوج أو نشوف أنه في تقارب بين اللي عم بيصير على الأرض وبين أنه عم نحكي عن حل سياسي ومثالي والسوري يقرر مصيره. عم نشوف هاي الأمور بعدها كتير بكير عليها، لانه في قافه على الارض ما بتقدري تعملي شيء غير ما تخلصي منها. ليش ما عملنا مؤتمر لمكافحه الارهاب؟ في ارهاب صار بكل المنطقه وفي مجموعات صارت خطر على كل الناس، ليش ما كان في مؤتمر لمكافحه الارهاب؟ الاتفاق الدولي اقليمي داخلي على مكافحه الارهاب تنضف الارض ومن ثم بيبدا الحديث السياسي. مين بده يقوم يعمل المؤتمر لمكافحه الارهاب؟ الامم المتحده ولا مؤتمر داخلي اقليمي؟ يعني اليوم مين اللي بده يطرح هذا الحل؟ هو المتضرر، وبالتالي المتضرر من هذا الكلام هو اللي بده يبادر، وبالتالي المنطقة على المستوى الإقليمي. على المستوى الإقليمي اليوم هذا ممكن أنه يكون طرح، وبالتالي لذلك لما عم يطلع كل واحد عم يعرض شو في أولويات عنده، من الواضح أن الدولة السورية عم تعرض الأولويات اللي لازم تكون تتحمل مسؤوليتها الدول الأخرى والأمم المتحدة بإعادة سوريا إلى الوضع إلى الاستقرار. ما هيك بتكون حضرتهم قدام مسؤوليتهم ست ماريا، يعني لما عم تيجي تقول لهم أنه أنا عم بعرض أنه هذا المؤتمر كون مكافحة لأنه بفضلوا كلكم ساعدوني اليوم. يعني بالعكس اليوم شفنا أنه رجع كأنه في حلف تركي قطري سعودي بما كان ما، يعني مع استبعاد إيران للدغط. على إعادة كمان نسج تحالف ربما كمان يغير شيء على الأرض بعد ما عرفوا، بعد ما يعني عرفوا أنه إن تفككهم عن بعضهم عم تتفكك الأرض بسوريا بالمجموعات بسوريا. يعني ليش ما حطوا اليوم كل الأطراف قدام مسؤوليتها؟ نحن عنا جماعات، إذا أنتوا مين بيغطي داعش؟ مين بيغطي جبهة النصرة؟ مين بيغطي اللي عم نعمل هون وهون وهون؟ وإلا كانت انحلت هاي الأمور من قبل، كانت انحلت من قبل هاي الأمور، وبالتالي اليوم في عندك أجندات وفي عندك توافقات دولية لحتى ترجع تتركب وترجع تتشكل. منرجع لنقطة أنه نحن بمرحلة اليوم انتقالية على المستوى الدولي، على المستوى الدولي هي عبارة عن إعادة ميزان يعني إعادة تشكيل ميزان قوى جديد، وبالتالي تغير الموقف الغربي والأوروبي من سنتين ونصف للآن. اليوم صار في تشكيلات جديدة في أوروبا على يعني ما بين مؤتمر كان لأصدقاء سوريا فيه 180 دولة، اليوم عم يحكي ب 30 دولة، وبالتالي ما بين سنة للآن صار في كتير تغييرات. طيب معناتها أسا في شيء ما نضج، هل عدم النضوج معناتها رح نرجع نحن بحاجة أسا إلى مرحلة نضوج أخرى لنوصل لتوافق معين؟ مبلشين من نقطتين اكستريم، واحدة على المستوى الخارجي واحدة فيها الحقيقة إهانة لحق الشعب السوري يلي هي فرض عليهم هي عملية فرض، وبالتالي مو هي العملية الديمقراطية، وهي تشكك أيضا بالشرعية الدولية اللي عم تحتضن الأطراف. مع هالتباعد هاد كل طرف في عنده أوراق عم يشتغل عليها. اليوم موضوع أيضا يلي أسير، يعني هون هي لازم نركز عليها كمان نقطة مهمة. الموضوع اللي أسير في نفس جنيف 2 على الصور 55 ألف صورة مصورة لجثث موجودة في، يعني مين اللي حطوا بالتوازي مع الكلمة اللي عم بتكون وطلعها مكتب محاماة بريطاني. أولا ما هي مصداقية هي الصور؟ هل ممكن أنه شخص واحد يحمل 55 ألف صورة؟ من هو هذا الشخص؟ الصور ما في شيء دليل على مين هنن الأشخاص ولا مين اللي قام بهذا الشيء ولا وين المكان، إذا ما في أدلة. بالإضافة إذا بنرجع بنعمل بحث عن المكتب يلي أصدر وأحد الأشخاص الموجودين يلي أصدر هي الصور وصرح عنها، في تشكيك أيضا ب يعني بنزاهة العمل عمله كمحامي في هذا المكتب. بنفس الوقت من هذا البيان بيطلع بيان آخر في أمريكا
ل 31 جنرال واميرال من الجيش الامريكي المتقاعدين يلي بيطالبوا في الحكومة الأمريكية بإغلاق معتقل غوانتانامو وبشكل فوري، لأنه عم يصير في تعذيب كبير للسجناء وهذا يضر في صورة أمريكا. طيب شو قريتي فيهم اثنين؟ طيب انت اليوم عم تجي تتهمي دولة، عم تتهم دولة اخرى بانه انت عم تطلعي هيك بطريقة غير مصداقية، بالمقابل من الداخل رجال الى مصداقية عالية من الجنرالات عم تطلب تماما، عم تورجي اجرام امريكا، وبالتالي وين المصداقية اليوم؟ فا يعني هلا يبدو انه كله يعني شوقف. يعني معلش ايه شوقف عم بيصير كله شوقف، وبالتالي ما حدا بده حل ولا في حدا بده حل، وبالتالي الحل هو لدى الشعب السوري صدقيني. يعني حدا بده اياه هيدا الحل؟ ما هيدا اللي عم نساله. حدا فعلا مقتنع من الدول انه الحل هو سوري، والله بدهم اسقاط حل بالباراشوت على سوريا؟ لا يمكن، لا يمكن عبر مسار التاريخ. يعني اذا بنقرا التاريخ للمستقبل، حتى لو تم اسقاطه بالباراشوت هو يعني مجهد قبل سيولد ميت. تمام. لا يمكن ان يتم ذلك حتى لو فرض بفتره معينه، لانه عبر يعني بفهم التركيبه السوريه لا يمكن الاستمرار بأي شيء يفرض عليه، وبالتالي مسار التاريخ ماشي. اليوم هي المسألة مسألة وقت. مع ما يطرح اليوم في جنيف 2 لا أجد أبدا أي توافق أو تقاطع على الأقل ببعض النقاط، لأنه الأطراف يلي عم تطرح النقاط عم تغير ترتيب أولوياتها، وبالتالي يعني ما رح نوصل لتقاطع في جنيف 2. المسألة بحاجة إلى نضوج يعني أكبر. يعني سيفشل باعتقادي. يعني اليوم سيفشل نجاح هي الخطوة. أولا هي خطوة لابد منها، هي خطوة لابد منها، لأنه بتكشف كتير من الأوراق ومن الأقنعة ومن المواقف. يعني تضع الجميع على المحك على هي الطاولة، وبالتالي اليوم بعد أسبوع بيرجع مرحلة جديدة. هالمرحلة الجديدة بتبني على ما تم إخراجه بجنيف 2. يعني خلينا نقول إنه بصير في شيء اسمه إعلان جنيف 2، ومنرجع منبلش منفتح مرحلة إعلان جنيف 2، البنود اللي بتضمنها إعلان جنيف 2 وتنفيذها، وكمان بدها تاخذ شهر وشهرين، ومن يوافق على مقررات جنيف 2 مثل ما كان جنيف 1. يعني جنيف 1 قيل إنه استبعدت إيران لأنها ما وافقت على بنود جنيف 1. اليوم كمان جنيف 2، مين بي مقررات جنيف 2 كمان، مين بيوافق عليه مين ما بيوافق عليه؟ يعني رجعنا فتنا بمخاط سياسي طويل. لا، المسألة السورية لدى الطرف الأمريكي، المسألة السورية مرتبطة بالملف الإيراني، الملف السوري مرتبط بالملف الإيراني، وبالتالي إذا ما توصلت إيران وأمريكا أيضا إلى توافق معين ما رح تحل المسألة السورية على مستوى قطب هو أمريكا، إلا لما بيكون في أيضا قوة أخرى عم تفرض حالة، وبالتالي أمريكا ما أنا وحدة بالساحة، وبالتالي هي صراع قوى دولية. يعني هذا الصراع الدولي عم يعرقل مسار حل سياسي للداخل السوري تحت عناوين وشعارات حماية ومساعدة الشعب السوري. ومع الأسف اليوم لما عم نبدأ من نقاط بعيدة جدا عن مصالح الشعب السوري، فمعناتها نحن يعني واضعين الشعب السوري بضحية، والدم شغال وما فارق مع حدا من الدول العظمى. نحن تعودنا ست ماريا أنه المؤتمرات لا تفعل شيء، المؤتمرات بتكون مثل ما قلت عرض، ولكن التسويات بتصير بالغرف السوداء. يعني لما بده يصير في تسويه اقليميه على مستوى الازمه السوريه ما راح تصير بالعلن انه تعا انت شو موافق على، انت هيدا بدك هيدا البند، انت ما بدك هيدا البند. تسويه بتصير خلف الكواليس، بتطبخ ب يعني بايادي الطباخين الكبار اللاعبين الكبار، ومن ثم بيبدا الحديث فيها مع يعني الاصحاب المعنيين. يعني اليوم نحن ناطرين
القرار الدولي والإقليمي حول التسوية حول سوريا، ما عم نحكي مع استبعاد الطرف السوري فيها، يعني بده يكون الطرف السوري هو أساس فيها، ولكن اللي نحن ما عم نشوفه واللي نحن ناطرين فيه الملف الإيراني الأمريكي، لأنه اليوم في كلام لاكاري أنه إذا إيران تخلفت عن وعودها بالملف الإيراني يمكن نرجع نحن نفرض الحل العسكري، يعني بعد في كلام، بعد في أخذ وعطاء، وبعد في شد حبال، معناتها تسوية الأزمة السورية لن تكون بمعزل عن تسوية المنطقة كلها. طبيعي طبيعي طبيعي، يعني الموضوع متشابك، الموضوع مسألة داخلية وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، إذا هي مصالح دول كبرى بالمنطقة ومصالح دول المنطقة وصراعات المنطقة على المستوى الإقليمي، ملفات إقليمية حساسة جدا، وبالإضافة إلى المسألة السورية، والكل يتاجر مع الأسف أنه هي الحرب، هي الحرب هي في الداخل السوري والضحية هو الشعب السوري. الأمور الأساسية، الأمور الأساسية اللي يجب أنه يعني تكون عناوين عريضة لا يمكن المس بها، هي وحدة الأراضي السورية، وحدة الشعب السوري، وإيجاد آلية لمساعدة الشعب السوري على حل الخلافات من الداخل، هاد بتوازي مع مسألة مفاوضات وتوافقات دولية خارجية. هذا غير جاهز وهذا غير جاهز. إذا بدنا نرجع نقرأ ونوصف اللعب في الوقت الضائع يكون على الأرض، الموضوع عبارة عن وقت، الموضوع هو وقت وعملية نضوج لتشكيلات جديدة في الداخل السوري، لهضم المعطيات في الداخل السوري، وهو مسألة تشكيل قوى جديدة على المستوى الدولي وتوافقات دولية. يعني يمكن تاخذ سنين، إعادة ممكن تاخذ سنين، ولكن هون بقى شو هي مصداقية الأطراف في الحل أو لا. بالإضافة يعني بالدرجة الأولى إذا استطعنا أنه ننتقل من الحل العسكري والصراع يلي عم يصير والإرهاب اللي موجود في سوريا إلى حل سياسي، على الأقل نحافظ على الدم السوري. يعني معناتها الأمور ستأخذ وقتا طويلا لأنضاج هيدا الحل، ولكن أقل وقلقان الطرف السوري عم يطلب أنه تجفيف المنابع لوقف، يعني هيدا المبادرات اللي عم بيقوم فيها بالداخل، هدنة هنا، وقف إطلاق نار هناك، يتعايش على الأرض بس للتخفيف من حمام الدم. هيدا ما يعمل على الأرض هي إنتاج سوري. لا يعني اليوم الصراع على الأرض والدم اللي عم يصير، المجموعات المسلحة في الداخل، هذا كلياته ضغط على الحل السياسي، وبالتالي مين اليوم بيرجع بيشكل قوة أكتر ليرجع يقدر يضبط الأرض، هو بإيده بالأخير القرار. يعني هو بيكون الحل لطرف من الأطراف. أنا بدي نوه لنقطة كتير مهمة، ملاحظة بجنيف 2، يعني مع السنتين ونصف من معاناة اللي صارت سواء في الداخل أو على المستوى الحكومي أو على مستوى القائمين، لا تزال الدبلوماسية ولا تزال الحوار على السوية الدبلوماسية مفتوح بطاولة جنيف 2، بينما يعني بينما عم نشوف انه حطينا طلعنا للذروة عند أداة سياسية أخرى عم تطلع للذروة لحتى تفرض جانب معين. تصريحات الجربة بمؤتمر معتبر بقرار نهائي، معتبر انه الأمور واضحة ومنتهية، يعني هذا الموضوع سيفشل. اولا ما في دبلوماسيه واضحه، ما في عدم وضوح بانه ما في خطاب، ما في موضوعيه، ما في موضوعيه. شو بتملك انت على الارض؟ من تمثل من الشعب السوري؟ معلش يعني انا اليوم اذا بدي اقول ماذا تمثل نسبه
مو هي المعارضة، كل المعارضات في سوريا من الشعب السوري، وماذا تمثل أيضا نسبة من تدعم النظام في الداخل السوري. منلاقي أنه في عندك نسبة كتير كبيرة غير ممثلة. طيب هذا الوسط وينه؟ وين القنوات التواصل بينه وبين المستوى الدولي لإيصال صوت المجتمع من الداخل السوري، لإيصال صوت المنطق والوعي من الداخل السوري؟ لأنه هن أصحاب القرار بالأخير. يعني الغالبية هي مش غالبية صامتة، وإنما غالبية واعية، فيها شريحة كبيرة من الوعي يلي ما بتخليها تتقدم لتكون طرف من الأطراف، وإنما عندها موقف واضح وصريح. وبالتالي اليوم العملية هي من الداخل. اللعب بالأطراف هي فعليا محاولة تصعيد، وكل ما بيوصل بيحط الواحد سقف لأله، كل ما عم يحد حاله بالحل. وبالتالي لا يمكن أنه نقدر نعتمد على حل. ما في سقف. يعني الدخول على أي طاولة هي بدون شروط وبدون سقف. رح تقدر سوريا إجراء الاستحقاق الرئاسي حتى بعيدا عن الحل السياسي؟ يعني ما حدا، يعني مش عم انه عم نقول عم نشكك بقرار لا مش تشكيك بقرار، ولكن الوضع على الداخل، الوضع على الارض، طبيعي في مطروح هذا الموضوع انه يصير في كيف الاليات يعني. ومن هون لبعد كم شهر كيف بتوصل الاليات، وكيف بتكون في تجاوب لكل المناطق. يعني الجغرافيا السوريه اليوم هي معنيه كلياتها بالاستحقاقات الرئاسيه، وبالتالي كيف ممكن تدور هي العمليه. اليه العمليه على الارض ما فينا نجزم فيها. في حال كان الوضع مثل هلا ما تغير شيء، يعني طبعا في كثير من الصعوبات، ولكن ايجاد الاليات قد انه يقدر يتجاوز الواحد مراحل. ولكن هل الامور ناضجه كفايه اليوم؟ يعني هل رح يتركوا سوريا بحاله من الداخل هل كم شهر؟ يعني اليوم في ضغوطات واضحه على الداخل السوري، ولكن السوري اليوم اقوى وعم يفرض حاله اكثر على الارض، يعني ومرتاح اكثر. يعني يبدو من الحركه الدبلوماسيه انه السوري طبعاً مرتاح يعني اكثر، خصوصا انه الميزان الدولي عم بيتغير. لما عم نحكي بهدوء الدوله السوريه، معناتها الدوله السوريه منا جايه على طاوله وما عندها شيء. ابتداء من المبادرة يلي طلعت من المعلم حول مدينة حلب، ما حدا تجاوب فيها، وبالتالي طلع انه على الارض لا غير شيء. وبالتالي معناتها في شيء معتمد، في شيء ثقة بأوراق بتمتلكها الدولة السورية، بقوة معينة تمتلكها الدولة السورية. ولكن هل يوجد لعبة دولية ايضا؟ مش يعني هل هناك لعبة دولية؟ يعني اليوم في اوراق ستكشف على طاولة جنيف 2 ويعاد تشكيل المرحلة المقبلة بناء على طاولة جنيف 2. على طاولة، على كيف رح تكون الصورة بعد جنيف، أو بتكون الأوراق كلها ملخبطة والحل منه ناضج لدرجة أنه نجي نقعد على الطاولة نحن، أو القرارات منه ناضجة لدرجة أنه نحطها على الحل، ونحتاج إلى وقت إضافي. هذا كله رح يكون جهد دولي، بالإضافة جهد دولي سوري. بكبسة زر الدولة السورية قادرة تأخذ قرارات واضحة على الأرض، لأنه دولة يعني وشبكتها على سوريا. بينما مين قادر اليوم بشرزمة معينة، سواء من أطراف المعارضة أو من أطراف المجموعات المسلحة على الأرض؟ يعني اليوم المجموعات على الأرض أصلاً ما فيك تضبطيها، بعضها تابع وبعضها يعني كل واحد تابع لجهة معينة، وكل واحد تمويله عم يجي من جهة معينة. هدول مين اللي بيقدر يضبطها؟ لا قرار دولي بيقدر يضبطها. وبالتالي كبيرة تماما. وبالتالي اذا ما انحلوا ما بينحل. وبالتالي اليوم سواء موضوع الرئيس الأسد أو موضوع النظام أو موضوع حكومة انتقالية، شو بتقدر تعكس على الأرض الواقع من حلول؟ هيدا اللي نحن ناطرينه. وبالتالي لطالما مش هي الأولوية اليوم، وهي بالإضافة إلى أنه هي حق الشعب السوري في تقرير المصير، فخلينا نشتغل على الأولوية وبالتالي ونساعد الشعب السوري، نساعد سوريا، نساعد السوريين من الداخل بالحوار، بالتواصل، بوضع آليات وإيجاد آليات لبناء مستقبل سوريا ووضع رؤية لنظام سياسي جديد.